اهلا بحضراتكم عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وهنتكلم بقى دلوقتي عن ماتش النهارده وعن اللي فات وعن اللي جاي وبالتفصيل اللي ممكن يتقال عليه تفصيل الممل، عشان احنا عايزين نطمن على اللي جاي ان شاء الله فيما يتعلق بمنتخب مصر. طبعا منورنا النهارده في هذه الفقره كابتن احمد سلامه مهاجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق. صباح الفل عليك. صباح الفل يا كابتن، الله يخليك يا استاذ كريم. منورنا دايما والله بجد كابتن احمد. نخش بقى على طول بقى اسئله وايه واجابات صريحه عايزينها منك. يعني اختيارات كيروش حتى هذه اللحظه بتشوفها ازاي؟ وهل زي ما بيتقال عنه مدرب لا يعرف المجاملات وله فكر خاص وربما البعض لا يعني يستطيع قراءه افكاره من اللحظات الاولى؟ طب هل الكلام ده هينطبق على مشاركه أفشة النهارده ولا لا؟ وهل في مفاجات اخرى؟ هو مستر كيروش من مدربين كبار جدا، مدرب يمتلك خبرات كبيره وقاد اكتر من منتخب للوصول لكاس العالم. صحيح. هو مميز جدا في المنطقه دي وخبراته عاليه جدا، ومدرب ليه فكر وليه فلسفه وليه استراتيجيه بشكل كبير. يمكن مستر كيروش فاجئنا احنا كمصريين، هو بيلعب ب 4 3 3 واحنا متعودين دايما ان احنا عندنا اللاعب رقم 10 ده اساسي في منتخباتنا على مر العصور. يعني لاعب رقم 10 ده بيبقى مميز عندنا انه لعيب بيكون كورته عاليه شويه، بيعمل عمليه او حلقه وصل ما بين خط الوسط والخط الهجوم عندنا. احنا يمكن افتقدنا ده في الوقت الاخير، انه دايما عندنا أفشة مش موجود بشكل مستمر، عندنا عبد الله السعيد بيلعب اكتر في اللاعب رقم 8 بشكل اكبر، محمد شريف بيلعب وينج. يعني بلاقي فيه شويه توظيف للاعيبه عندنا بشكل متغير شويه او مختلف شويه على اللي احنا متعودين عليه، ولكن اكيد ده هيجني ثماره يعني مع الاستمراريه ومع التجانس ومع الفتره اللي جايه، وان الفرقه تعمل معسكر يقدر مستر كيروش ينفذ شغله او يشوف يقف على نوعيه اللعيبه اللي تقدر تنفذ شغله بشكل كويس. اكيد هو عنده وجهه نظر، اكيد هو ماشي في طريقه الصح، ولكن احنا يمكن بنقلق شويه لو ادائنا بيختلف شويه. ما هي انا معلش هاخد من كلامك لان انا عندي برضو نقطه عايزه شخصيا افهمها. انا دلوقتي لما اغير اماكن او يعني دور اللعيبه في الملعب، انا دلوقتي زي محمد شريف على سبيل المثال، محمد شريف عندي مهاجم ومهاجم بقاله فتره، لما اجي لعبته دلوقتي وينج، طيب هل هو على درايه اصلا كيروش سواء من قبل بقيه يعني الاداره او الجهاز المعاون على ان على فكره محمد شريف مهاجم بقاله سنين، ولا القصه هو عنده المعلومه في نفس الوقت هو شايف ان المكان ده انسب ليه؟ طيب هل حتى لو هنغير او هنبدل، هل انا مرنت بشكل كافي اللاعب ده على يعني البوزيشن ده؟ يعني برضو لا، كلام حضرتك مظبوط 100%، ان انا كمان كمدير فني لازم برضو اسمع للجهاز المعاون بالنسبه لي، لانه انا شايف ان هم اكيد هيدوا له معلومات هتفيده. أكيد ده الجهاز، لو النجاح لمستر كيروش فهو نجاح للجميع، يعني منتخب سواء جهازه المعاون او سواء جمهور بتفرح جمهوره وبتعمل لنفسك كمان اضافه كبطولات مكسب للجميع. بالظبط. فانا شايف ان هو لازم برضو يقعد مع الجهاز المعاون يسمع لهم يشوف وجهه نظرهم. انا شايف انه مستر كيروش توظيفه لمحمد شريف في المكان ده يعني غير مناسب بالمره. محمد شريف ماشي بشكل كويس جدا جدا مع الاهلي كمهاجم صريح. صحيح. بيقدر يستغل انصاف الفرص يجيب منها اهداف. كان ليه بصمات كتير جدا جدا مع الاهلي في الفتره الاخيره، يعني نستفاد من حالته الفنيه والتهديفيه اللي هو متواجد عليها في الفتره دي، حتى في مباراته الاخيره لما كان بنلعب مباراه تقريبا مع ليبيريا او حاجه زي كده كان هو اللي احرز الهدفين. رغم هو انا شايف انه ممكن يكون يعني اختلاف وجهات النظر بالنسبه لينا احنا كشارع رياضي وبالنسبه لمستر كيروش في موضوع محمد شريف، ان هو شايف ان محمد شريف لاعب متحرك كتير، لاعب بيروح على الجول اكتر، لاعب عايز مساحه يوصل بها للجول، فهو بيحاول يجيبه من على طرف من اطراف الملعب انه يبقى قدامه المساحه يقدر شايف اكتر، ما يبقاش مواجه او ما يبقاش مد ظهره لمرمى الخصم، يكون مواجه بشكل اكبر. ولكن يعني محمد شريف بيقدر، هو عنده حته ال 10 15 يارده دول بيعرف يسبق فيهم بشكل كويس. مثال كمان يعني بالظبط، يعني انا شايف ان هو لا يقدر يدي، يقدر محمد شريف يلعب كمهاجم صريح لمنتخب مصر ويؤدي فيها بشكل كويس. يا ريت ان مستر كيروش يعني يمكن انا
حسيت او اداني يعني اداني زي مؤشر كده ان هو شايف محمد شريف وينج بس من خلال تغييره او نزول حمدي مروان حمدي بدلا من مصطفى محمد، وما تمش الدفع بمحمد شريف بدلا من مصطفى محمد، ووضع لاعب او الدفع بلاعب وينجر اساسي يقدر يقوم بالمهمه دي. فانا شايف ان هو شايف محمد شريف اكتر ك يعني كوينجر، مش شايفه كمهاجم صريح. وده بصراحه انا شايفه ان هو نقطه لازم يتكلم فيها الجهاز المعاون، يعني طبعا معاه الكابتن ضياء السيد خبرات عاليه جدا، ومعاه الكابتن مع محمد شوقي نفس الكلام، ومع راجل لعيب دولي وعنده عين كويسه، عنده حسام الحضري من اساطير الحراس المرمى، وبرده عنده رؤيه كويسه فنيه، يقدر بشكل ما يعني ما اعرفش ممكن يكون ما فيش مساحه اعطيها المستر كروش للجهاز الفني المعاون اللي معاه هو يبدي رايه. فانا ما اعرفش يعني، لكن انا شايف هم لو ادوا له رايه اكيد هيقدر يعمل ناتج تمام. افضل وفعاليه اكبر ان شاء الله. جميل. طبعا كروش مش هنختلف عن كونه ان هو مدرب مخضرم، كده كده مخضرم وعنده تاريخه. حضرتك في وسط كلامك كنت بتقول ان هو عنده فكر وعنده فلسفته. تمام. برغم كونه مخضرم وصاحب فكر وفلسفه، لكن كتير من الناس شافوا ان الفكر والفلسفه دي مش واضحه قوي في كام ماتش يعني اللي لعبهم هو المدير الفني. في ناس بتقول اه هو عنده ما يثبت ان هو مدرب دسم، لكن الدسامه دي مش متحققه عفوا لغايه دلوقتي. احنا بعد ماتشين ليبيا والماتش اللي فات، والله اعلم هيحصل ايه في ماتش النهارده. برضو كتير جدا من الاهلاويه وكتير جدا من الـ يعني الزملكاويه وكل الناس اللي معنيه بمنتخب ومؤازره وتشجيع منتخب مصر بيتكلموا على ان هو ليه فكره مش واضح، هو ليه بيغير البوزيشنز بتاعه اللعيبه اللي معروفه ان هي في احسن حالتها وهي في الاماكن دي. طيب غير مره واثنين، هو ما خدش باله ان التغييرات دي لم تؤتي ثمارها. عايز اقولك باختصار ان في ناس قلقانه في ضوء اللي شفناه قبل كده، مش مطمنه قوي للي جاي، اخدم في الاعتبار ان احنا اللي قابلناهم لغايه دلوقتي مش هم الفرق الاثقل، مش هم المنتخبات الاكثر ثقل. فانت شخصيا شايف ايه يا كابتن احمد؟ اكيد كلام حضرتك مظبوط طبعا. يعني انا شايف ان هو يعني احنا حتى الان لعبنا ليبيا وهي كانت الاول ومتصدره، وكنا متخيلينها افضل يعني المنتخب قوي وليه ثقله، لكن للاسف انا لقيت ان هو لا، احنا مصر فرقه كبيره جدا او منتخب قوي جدا، قدرنا نكسب المباراتين سواء على ارضنا 1-0 او خارج ارضنا على ارض ليبيا 3-0، ادينا اداء كويس. يمكن في المباراه الثانيه اكتر، المباراه الاولى كانت مش بالافضل، المباراه الثانيه كانت ما هي النقطه دي يا كابتن احمد هي اللي تحديدا عايز اقف عندها برضو تاني. وبرضو هسيبك تسترسل في الاجابه. احنا في الاول في الاخر طبعا بنكون كل الاحترام للمنتخب الليبي والشعب الليبي، يعني لا غبار على الجزئيه دي، بس في الاخر ليبيا اذا ما قورنت بفرق من عائله نيجيريا والسنغال وكاميرون والساحل العربي فهي في العادي يعني في المعقول، هنقول مستواهم او حجمهم في المعقول. ليه احنا كنا يعني اللي هو بنامل قوي ان احنا نفوز في مباراتي ليبيا؟ هو مش ده العادي؟ هو مش ده المفروض ان ده بدايه كلام عن منتخب الفراعنه بتاريخه؟ اكيد طبعا، لكن هو طبيعي ان انت المدرب لما بيجي بياخد وقت شويه لما بصمته بتظهر على الـ على الـ على الارض الواقع. يعني انا شايف ان مستر كروش مش هيجي النهارده، كان من يومين ثلاثه عندنا منتخب مثلا مهزوز شويه، دلوقتي جه بقى منتخب سوبر هيرو. يعني اكيد طبعا بيبقى في مراحل وفي عمليه انتقاء وعمليه توظيف وعمليه رؤيه من المدير الفني لبعض المراكز الموجوده على ارض الواقع يعني او ارض الملعب. انا شايف ان هو الفتره اللي جايه هيكون الامور افضل لو في تجمعات اكتر، وبدا مستر كروش يعمل شغله هو او طريقه اسلوبه هو الفني، ويقدر يفرضه على مجموعه اللاعبين الموجودين. واختيارات مستر كروش يعني للاسف انا شايف ان هو يعني مثلا ممكن تلاقيه بيجيب حد كويس، بس بيبعد حد برضو يعني عدم استدعاء مثلا واحد زي رمضان صبحي. برضو ده برضو يعني انا شايف رمضان صبحي لعيب جيد جدا كان يقدر يؤدي في المكان اللي هو الوينجر ده بشكل افضل. انا شايف ان في واحد زي احمد سيد زيزو برضو نفس الكلام، لعيب جيد جدا. شايف ما ضمش ممكن احمد رفعت من الموسم اللي فات ماشي، ومن مواسم قبل كده كان لاعب جيد جدا سواء في الاتحاد او في المصري، وحاليا في فيوتشر وكان بيقدم اداء كويس برضو ما انضمش. شايف في لعيبه برضو تقدر تضيف في اماكن الوينجر ده ما انضمتش بشكل كويس، او وتم الاستعانه بمحمد شريف في المكان ده. فانا شايف انه في برضو
يعني حته عدم يعني ايه، انا شايف انه يعني مش الاختيارات جيده، يعني الاختيار انا لما بختار محمد شريف فشيء جيد، لكن توظيفه هو اللي مش جيد. يعني انا لازم احطه في المكان اللي يقدر تكون فاعليته فيه اكبر، فهي دي النقطه. لكن انا نقطه انه في ليبيا المفروض ان انت كمصر كتاريخ لازم كنت تقدر تعمل الاداء الجيد ده والنتيجه الجيده دي في ظل وجود اي مدير فني تاني، لان مصر بقيمه اللاعبين وبقيمه وبتاريخها الكبير اكيد تقدر تعمل مباريات كبيره قصاد منتخبات في مستوى ليبيا. اما اللي احنا بنعمل ليه ان احنا الفتره اللي جايه ان هو يقدر يعمل منتخب او يعمل توليفه كويسه او يعمل تشكيله كويسه لمنتخبنا الوطني، عشان انت هتقابل ليفل اعلى الفتره اللي جايه منتخبات زي الجزائر، ولو انت تصنيف تاني او تصنيف اول ايا كان هيقابلك برضو منتخبات العشر منتخبات اللي جايين دول او اللي هم اللي تاهلوا خلاص او اللي هيتاهلوا خلال بعد مباريات النهارده. يمكن عندنا السنغال والمغرب وعندنا نيجيريا، لسه نيجيريا ولسه الجزائر ما وتونس تقريبا لسه ما تاهلوش بشكل رسمي. لكن انا شايف ان المنتخبات دي لو صعدت او لو تاهلت للمرحله الاخيره انا شايف ان الليفل مختلف تماما عن المجموعات، فاكيد انت لازم تكون محضر بشكل كويس. ولكن اللي بيخليني انا يعني مطمن شويه ان احنا عندنا فتره كويسه الفتره اللي جايه، وعندنا كاس اللي هو كاس البطوله العربيه كاس اللي هو كاس البطوله العربيه او بطوله كاس العرب. في البطوله دي اكيد هيتم يعني الوقوف على بعض الاماكن او التوظيف الجيد لبعض اللاعبين وانتقال اللاعبين بشكل كويس، زائد ان احنا عندنا لسه قدام شويه كمان البطوله الافريقيه. فانا شايف ان احنا قبل وصولنا لكاس العالم ان شاء الله هنكون وقفنا على او يعني المباراه الفاصله اللي هي ذهابا وايابا هيكون ان شاء الله وقفنا على التوظيف الجيد للاعبين، وفي نفس الوقت التشكيله الاساسيه. في نفس الوقت احنا عندنا اثنين برضو مش موجودين حاليا، عمر مرموش وتريزيجيه، يعني ربنا رجع تريزيجيه بالسلامه، اكيد بيعمل جبهه كويسه جدا جدا مع قصاد صلاح الناحيه الثانيه. يعني لسه المنتخب برضو قادر يكون افضل الفتره اللي جايه ان شاء الله لما يكتمل بشكل كويس، ولما يعيد توظيفه مستر كروش بشكل جيد، ولما يشوف اللعيبه قدام عينيه بشكل افضل اكيد، ويعيد توظيفهم او ترتيب ادوارهم الفنيه داخل الملعب بشكل اكبر. نتمنى ده يحصل. انا عاجبني جدا التفاعل عند حضرتك، بس خليني نروح لتصريح كيراش تحديدا. هو قال الكلام ده اول امبارح تقريبا او من فتره صغيره، يعني قال التاريخ لا يؤهل للمونديال، هدفي ان اصل لمارس والجميع يخاف من مواجهه مصر، سعادتي بعوده مصر بان تكون الافضل افريقيا. طيب ناخد جزء جزء، يعني معلش التاريخ لا يؤهل للمونديال، بتشوف ده ازاي؟ انا شايف انه طبعا يعني لازم يعني كل فتره بيكون ليها يعني بيكون ليها ups and downs، يعني القوة يعني ممكن تلاقي منتخب في فتره من الفترات، يعني كان في منتخبات قبل كده زي كوتيفوار، هي دلوقتي كان دروجبا وكان اسمها تقيله، وكان في قبل كده عندنا يعني منتخبات تانية اقوى. دلوقتي الدنيا بتتغير، يعني هو عايز يقول ان منتخبات بعيده احنا تاريخنا قوي في ده، ولكن ده ما يديناش الثقه ان احنا نحس ان الموضوع منتهي، يعني ده اللي هو يقصده بالظبط. يعني هو قصده هنا ان الموضوع محتاج لعمل شاق ومحتاج لتعاون ومحتاج لان انت كل واحد يطلع اقصى ما عنده في الفتره الحاليه. يعني طيب هدفي ان اصل لمارس، الجميع يخاف من مواجهه مصر، برضو تعليقك على ده. انا شايف ان هو يعني ده محتاج برضو، ما انا لسه بقول اللي هو ده محتاج من كروش ومن كل المجموعه عمل شاق وتعاون من الجميع. ما اصل حتى هذه اللحظه لو هنتكلم على الارض الجميع يخاف من الجزائر على سبيل المثال الافضل حاليا. فهو بيتحدث بهذا الشكل برضو، هو بقى هنا رجع للتاريخ. يعني هو بيقول بلاش نرجع للتاريخ، هو في التصريح ده رجع للتاريخ، لان مصر تاريخها اكيد اقوى من اي دوله ثانيه بالظبط. لكن الحالي هي الجزائر. لا ده انا هو ممكن يكون وجهه نظره في ده انه في خلال الفتره اللي جايه اللي هي من دلوقتي لحد لما يكون عندنا مبارياتنا اللي هي الفاصله، اكيد في الفتره دي هيتغير اداء المنتخب بشكل كبير من خلال التجمعات اللي هتحصل والاداء او بصمته كمدير فني ورؤيته لكل الاحداث من حواليه او سواء المشاركات. احنا جاي عندنا الفتره اللي جايه عوده الدوري المصري، اكيد هيتم يعني هيتم طبعا يعني اللي هو الاكتشاف لاعبين اكتر، هيشوف رؤيه اكتر للاعيبه الموجوده ادائهم ازاي بيتطور. يعني وعود، يعني التصريح ده شايفه بروميسنج او عباره عن وعود فيما هو بالظبط. انا شايف انه ده وعد منه للجماهير المصريه
انه الفتره اللي جايه هيكون في اضافات كويسه فنيه من مستر كروش او بصمه موجوده من مستر كروش للاعبينا او لمنتخبنا الوطني ان شاء الله. ما يمنعش برضو ان التصريح ده لو قسمناه نصين نصه الثاني يتنافى او يتعارض مع نص الاولاني. ما هو عشان كده انا قطعته يعني منين ما التاريخ ما يأهلش. وبعد كده قال لك الكل بيخاف من مصر، ما هو الكل بيخاف من مصر ليه نظرا لتاريخ عموما. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام. اتفضل. مرحب بيكم في خلاص اخر فاصل وحديثنا لسه مستمر مع كابتن احمد سلامه. وخلينا نروح لنقطه الجميع ركز عليها تحديدا النهارده، بنتكلم عن يعني صراع دوري انجليزي في الملعب هيكون وفي المباراه اوباميانج والنني ومحمد صلاح، فشوف الدنيا هتمشي ازاي. هو يعني انا شايف انه يعني بجد يعني حاجه بتبقى مفرحه جدا ان انت تلاقي من قارتك الافريقيه اسماء كبيره زي بقيمه الاسماء دي. أوباميانج من اللعيبه القويه جدا وعنده قدرات وسمات شخصيه عاليه جدا وعنده امكانيات وحلول عاليه. انا شايف انه مباراه كبيره يعني، يمكن انا عندي بس يعني تحفظ على ممكن انه النني ما يبداش، ممكن صلاح برضو يعني ما اعرفش ممكن يعني تم الاستعانه بيه النهارده او لا يعني او يعني ما فيش حاجه متوقعه مع كيروش. ما هو ده العجيب نبقى يعني واضحين. ما هو ده العجيب للاسف احنا مش عارفين وجهه نظر مستر مستر كروش، مش عارفين هو وجهه نظره ايه او هو المنطق اللي يخلي النين يلعب عليه مان تو مان. هو المنطلق ان هم عارفين بعض وعارفين تحركات بعض ويقدر بالظبط، لكن هو يمكن النين هو اللي قدام شويه، يمكن أوباميانج بيلعب مهاجم، النني بيلعب في نص الملعب، فممكن دور النني ان هو يقدر يدي نصايح للي هيلعب عليه سواء الونش او سواء حجازه او ايا كان الخط الديفنس بتاعنا الدفاعي، ممكن يدي نصايح ان هو تحركاته ايه. وبعدين دلوقتي بقى في كل لعيبه مصر دلوقتي او لعيبه العالم بتتفرج على الكره الاوروبيه وتحديدا الانجليزيه، عارفين أوباميانج وقيمته وقدراته الهجوميه وامكانياته، فاكيد ده معمول حسابه بشكل كويس. واكيد مستر كروش يعني شاهدوا مباريات لأوباميانج في الفتره الاخيره مع منتخب الجابون، واكيد هو اللعيبه نفسها اكيد دارسه بشكل كويس، ودلوقتي بقى تقدر تقطع الأوباميانج او غيره من اللاعبين العالميين، تقدر تقطع لهم مشاهد ومقاطع وتقدر تتابعهم بشكل كويس. لكن انا شايف ان هو طبعا قيمه كبيره جدا النهارده يكون عندنا ثلاثي بقيمه أوباميانج ومحمد صلاح العالمي طبعا والنني. يمكن النني الفتره الاخيره كمان في المباراه الاخيره ادى بشكل رائع، يمكن عمل الجول اللي هو احرزه ده رجع الفرقه بشكل كويس. كمان هو لعيب راسي كمان وتحركاته حلوه. انا حتى في الفتره اللي هو كان بعيد فيها عن المنتخب وتم استبعاده اكتر من مره، انا كنت حزين جدا لده، لانه حد بقيمه النني يمكن ما فيش ناس كتير بتاخد بالها من دوره داخل الفرقه. لعيب بيعرف يتحكم في ريتم المباراه بشكل كويس جدا، بيعرف يقف على الكوره، بصير كويس، عنده ثقه وعنده تقل، فلعيب لعيب ليه قيمته بجد يعني. يمكن هو كمان قيمته ظهرت اكتر لما دخل جوه 18 وقدر يسدد وجاب لنا جول قبل يعني قبل نهايه الشوط الاول، واعاد المنتخب تاني بعد ما المنتخب كان فيه هزه كده في بدايه المباراه، واستقبلنا هدفين من منتخب يعني انجولا. فطبعا احنا لا انا شايف ان هو دور النني دوره كبير جدا جدا مع المنتخب، وانا شايفه هو من اكتر الحاجات اللي مستر كروش اعادها للمنتخب من جديد، هو اعاد محمد النني لقيمته تاني ومكانته تاني داخل منتخب مصر. طبعا محمد صلاح يعني عامل 2 اسيست طبعا وقيمه كبيره يعني، ما ينفعش ان احنا يعني اتكلمنا عليه كتير وهو قيمته كبيره جدا، يعني مهما قلنا محمد صلاح في حته تانيه خالص يعني. ولكن أوباميانج كمان قيمه كويسه جدا، وان شاء الله تكون مباراه كبيره. نتمنى نشوف ماتش حلو في الاخر، ومش أكيد بس طبعاً. مش بس وانتصار كمان كمان اداء حلو بالظبط، وانتصار ان شاء الله يكون اداء وانتصار لينا باذن الله تعالى، لان الفوز بيدي دوافع معنويه كويسه، وانت داخل على مراحل جايه بتحتاج لدوافع معنويه بشكل كبير. ان شاء الله نورتنا يا كابتن احمد. الله يكرمك. شكرا متشكر، انا سعيد جدا بالتواجد معاكم بجد بجد، بيكون يوم جميل بالنسبه لي. شكرا جميل وجود حضرتك، وان شاء الله نشوفك على خير. خلصت حلقتنا يا حضرات، وان شاء الله بكره يتجدد اللقاء، ونتمنى يا رب صباح نبتدي بكره بجملتها الشهيره صباح النصر. ان شاء الله خير، صباح النصر.